فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نرى بعض الناس في الحرمين بعد التشهد الأول يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم، فهل لهذا أصل؟ يقول: نرى بعض الناس في الحرمين بعد التشهد الأول يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم، فهل لذلك أصل؟ لا، ليس لهذا أصل، إنما إذا قام فيرفع يديه عند التكبير، عند تكبيرة القيام يكون موطن رابع، هذا يراه بعض العلماء. نعم، أما أنه يرفع يديه وهو جالس، نعم، هذا ما له أصل. نعم.